هاتين التسميتين. وشوف البدايه بالضغط من جانب عناصر فريق ريال مدريد مباشره مع انطلاقه المباراه على لاعبي فريق برشلونه. واول خطوه دي ماريا اوزيلو. جول 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 جول. اول واسرع هدف في تاريخ المواجهات بين البرسا والريال. 25 ثانية ينفجر ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد. كريم بنزيما يفعلها ويفتح مجال التسجيل. 25 ثانية لم يسبق في التاريخ وان حدث هذا الامر. ريال مدريد يفعلها وكاد الخطا من فيكتور فالديس. من شدة الخوف فالديس يمرر وبنزيما في المكان المناسب. الريال في مدريد يفتح مجال التسجيل عند الثانية 25 من عمر المباراة. لم يسبق وان حدث هذا الامر في تاريخ المواجهات بين الريال والبارسا. الريال مدريد يدخل بقوه كما كان منتظر وكما كان متوقع. لم يترك لنا كريم بنزيما وضغط دي ماريا. عناصر فريق برشلونه تخرج هذه الكره. ميسي با 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 سانتياغو. جول جول. كم انت كبير يا ايها الصغير. اكررها مره ثانيه. ليس الكسيس سانشيز وانما ليونيل ميسي هو اللي عدل اليوم امام الريال في سانتياغو برنابيو. هكذا هو البارسا. كره واحده توغل واحد وتمريره واحده من الصغير ميسي. شوف كيف اخطف الكره. با 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 يا ميسي. با 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 يا ميسي. يمرر للجيلي سانشيز الذي يفتح لكرومني. نعم سانشيز يفتح مجال التسجيل ويعدل النتيجة لصالح فريق برشلونة في الدقيقة 29 من عمر هذه المباراة وهذا الشوط الأول. عبيد الكرة لم تخرج كرة حكم المباراة وسط فابريكاس يلعبها مع انيستا. انيستا ثنائية أين والدفاع يدخل كرة أخرى من جافي. هدف للبارسا. يا له من هدف ويا له من هدف مباغت. جافي في مباراة رقم 600 مع فريق برشلونة يسجل هدفه رقم 64. هكذا شاء القدر بالنسبة لجافي. المباراة رقم 600 تبقى في التاريخ. با 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 با. اصطدمت بأحد اللاعبين وضربت في القائم ودخلت. يا مارسيلو غلط إيكر كاسياس. يا مارسيلو غلط إيكر كاسياس. البارسا حتى في أسوأ أحواله يتفوق على الريال في كاب في سانتياغو برنابيو. ميسي مع أليكسيس. ميسي 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 يوصلها على داني ألفيش. با 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 جول جول. فابريكاس يطيح بالريال. فابريكاس يعظم الريال. البارسا الشبع الأسود للريال. الهدف الثالث لبرشلونة. آية في الجمال هذه التوزيعة من داني ألفيش والرأسية من جيف فابريكاس. يسجل بالرأس من ارتباع في القائمة الثانية. أين أنت يا كونتراو؟ أين أنت يا كونتراو؟ أين أنت يا كونتراو من هذه الكرة ومن هذه التوزيعة؟ داني ألفيش بالمليمتر. برشلونة متفوق بالثلاثية على الريال في عقر الديار في سانتياغو برنابيو. بيبي غوارديولا يتفوق على مورينيو مرة أخرى. ما العمل أمام فريق برشلونة؟ جابي ألونسو يتحسر. كيف نفعل للفوز على فريق برشلونة؟